موعدكم مع لينا بن مهني. لينا كل مرة تحكي لكم في حملة سيبونا على إيقافات، على مشاكل صايرة، على حتى تعذيب لبعض الناس، حتى على الأمنيين. اليوم لينا بن مهني باش تحكي لنا على عمار 404، لا سامحوني، على الوكالة الفنية للاتصالات. السلام ومرحبا. قبل ما نحكيوا على عمار 404 ولا بوليس الانترنت ولا الوكالة الفنية للاتصالات، باش نفكركم اللي الجمعة هذه اللي تعديت واللي باش تخرج توا كانت جمعة محاكمة شباب الثورة بامتياز. نهار 3/19 نوفمبر كانوا من المفروض فما زوز محاكمات لشباب الثورة، نذكركم بهم مع اني حكيت عليهم سابقا. المحاكمة الأولى في تونس وهي محاكمة صابر المرايحي اللي حكيت عليه برشا مرات وقلت كان متهم حرق مركز ومحاولة قتل العمد، وكيف كيف شباب أجيم جربة اللي كانوا باش يتحاكموا في نفس النهار ما في محكمة مدنين. المحاكمات الزوز تأجلوا على خاطر القضاة كانوا في إضراب. نهار 24 نوفمبر زادة كانت فما محاكمة أخرى متاع شباب الثورة، شباب منزل شاكر زادة حكيت عليهم قبل، متهمين بالسلب خاطر خرجوا معنا وقت الثورة وقت المظاهرات والتحركات وشهروا ولا قالوا أسامي الناس التجمعيين اللي كانوا متورطين في قضايا فساد. زاد هي القضية تأجلت، وكما قلت باش نحكيو على الوكالة الفنية للاتصالات. الوكالة هذه تم أحداثها مش بقانون للأسف، تم أحداثها بأمر من الوزير الأول. الوزير الأول هذا من المفروض في حكومة مستقيلة ولا باش تستقيل، ونعرف حكاية الحوار الوطني والحكاية هذيك الكل اللي طولت وما زلت باش تطول. الوكالة هذه قولوا لي دورها هي الاهتمام بقضايا وجرائم الانترنت، اما التغم هذا ياسر فاغ وفلو، ما نعرفوش كيفاش باش يتحدد الجرائم. مثلا تنجم تقول كلمة ما تعجبش فلان ولا فلتان يحسبوها جريمة وتنجم تدخل الحبس، ونرجعوا لحكاية سانسور و 404 والحكاية هذوك. وكما فما ناس عندها حنين للماضي وكل شيء، حطينا اليوم هاني حنين للماضي، جبت مريول من الارشيف سيب صالح يا عمار، خاطر باغا ما باش نعاودوا نخرجوا للشارع وندخلوا في المظاهرات ضد الحجب، وكأنه لا صارت ثورة ولا صار حتى شيء، باش نرجعوا للبوان زيرو. للأسف برشا ناس خرجت في التلفز وبررت وقالت لا وماناش باش نتعداو على حرية التعبير، ما يذنوا بي ديما هكاك نبداو نقولوا لا مش باش نتعداو على حرية التعبير، وبعد نبداو نضايقوا. كما قلت التاغم جرائم الانترنت ولا الالكترونية التاغم فلو فاغ ياسر. كما نتصور البوليميك اللي صارت وقت اللي حكينا على المساواة ولا التكامل بين المرأة والرجل، التكامل التاغم ما نجموش نحددوه. دونك وضحوا لنا الأمور يعايشكم. حزب القراصنة خرج زاد هو بدوره بلاغ وبين فيه المآخذ متاع أحداث الوكالة هذه. وتوا باش نخليكم مع اسكندر بن حمدة باش يزيد يوضح لكم مشاكل أحداث الوكالة هذه، الوكالة الفنية للاتصالات أو عمار 404 في ثوب جديد. وكالة التقنية للاتصالات وكالة خطيرة برشا على تونس، برشا بتقول لي هي خطيرة على الانترنت، ليه مش خطيرة على الانترنت؟ خطيرة على تونس الكل، على خاطرها ما تخصش الانترنت بركة، تخص الاتصالات الكل، من فيكس للموبيل للانترنت، يعني العباد اللي تخايبها أرواحها ماهيش كونسيرني على خاطر هذايا الانترنت وما يستعملوش الانترنت، ليه؟ لو حتى كي تحكيو في التليفون الوكالة هذايا بالصيغة اللي هي هابت في الدكري عدد الضرب عليه في 506 تنجم تخاول لهم باش أنهم يسمعوا لي كونفرسيون تليفونيك نتاعك. دونك هذاك علاش اذا كان الوكاله هذه تطيح في اليدين الغالطين، وهي بروبابلمون باش تطيح في اليدين الغالطين، فيك ما فماش شفافيه والمدير بيدو تعينو الحكومه، معناها مدير الوكاله هذه اللي هي وكاله تقنيه ما عندها حتى دور سياسي باش يشد تعينو الحكومه، معناها الحكومه اللي هي عندها مولدات سياسيه. نفس الوكاله تقبل الهيبات، تقبل الهبات معناها ما عنده والو واحد اخرين، نجم امريكا ولا غيره يعطيونا هبه سو فورم دو ماتيريال ولا فلوس، اذا كنت نجم تاثر على المصداقيه نتاع لاجونس هذه.
دونك هذيك علاش نحن نقولوا ونعاودوا اللي الوكيل هذه تنجم كانت تكون خطر على تونس الكل. كيفاش نجموا نعالجوا الامر باش ان نعالجوا تو سامبلومون باش ان نزيدوا اكثر شفافيه ونابليك لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني ندخلوه في وسط الوكيل هذه في اطار التعاون معناها نحن نعاونوا في الخبرات يوم تون ثبتوا اللي ما فماش سوء استعمال الوكيل هذه يما للتجسس على العباد ولا غيره. دونك اي او ميم طون لي رابور يتكتبوا في اقل من عام تولي مره في 6 اشهر ولا مره في 3 اشهر اي ان رابور كامل بوبليك فيه تقول لاجون شنو عملت وشنو ما عملتش وشنو هي الادوات اللي استعملتهم وعلى شكون عصت وعلى شكون ما عصتش. مش جوست نتبعوا في المجرمين على الانترنت وبنفس الغطاء هذيك كيف في برشا بلدان في العالم راه ماهيش تونس وحده برشا بلدان في العالم سو لو كوفير هذيك نتاع انهم محاربه الاجرام وغيره يلقاو رواحهم يتجسوا على عباد وغيره وهذيك كان غطاء للعمليات نتاعهم. دونك هذا هو اذا كانت تمنيتكم صافيه حتى نحن كمجتمع مدني نيتنا صافيه وعلاش الكل علاش ما نحطوش يد في يد ونخدموا بعضنا واذا كان ما عندكم حد شيء متخبي حتى انا ما على حد شيء متخبي ونخدموا بعضنا لصالح تونس وما تكونش تكون الوكاله هذه بالحق باش تحارب الاجرام والارهاب مش باش تضر التوانسه بيدهم. وقبل ما نقولكم بالسلامة نحب نذكركم اللي تنجموا تراسلونا على صفحة الفيسبوك سايبونا وزادة كنت تحبوا تتابعوا حكاية الوكالة الفنية للاتصالات تنجموا تشوفوا باج فيسبوك ستوب أدوتي. ونحب نحكي في ساعة وبعجيل على حادثة صارت البارح الشاب عاطف بن سالم تم اتهامه في وقت دفينة الشهيد شكري بالعيد بالمشاركة في أحداث العنف اللي صارت وقتها وقدم روحه للمحكمة وتم التحقيق معه في جويلة ولكن للأسف كل عادة ممارسات قديمة البارح جاءوا هزوه من داره في حي الرياض في سوسة وهزوه اليوم للجورجيني وعدى نهار كامل غادي يحقق هكيكا بعد ما حقق هو ديجا وبون الحمد لله تسيب توا أما يزينا من الممارسات هذه بالحق سيبونا يزي صباح الخير. شكرا لك لينا موعدنا معك الاثنين والخميس في حملة سيبونا تلقاها على الباج في